Salam alaikum. vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui, nous allons faire une recette nouvelle, verrine à la fraise, avec de couches de baume. Bismillah, la crème. Donc, nous avons 70 g de sucre cristallisé, 40 g de maïzena, et ici, la vanille, bien sûr, très beau liquide, très beau poudre. Et ici, 500 ml de lait. هادو ما سي لي فيغين اللي راح نخدم بهم انا نتوما ديروا واش عندكم في الدار بيان سيغ فوالا دون اون كاسرول نحط الحليب مع لو سوكر كريستاليزي هنا شغل اون كريم باتيسير كيما مول فين نخدموها بلا لو سوكر ونزيد هنايا لا مايزينا دونك هنا كنت حنزيدها هكاك وما تفكرت باللي لازم نصفيها هي تقدرو ديروها هكا كي نسيتو تقدر ما دير لكمش لي غرومو مي دو بريفيرونس صفيوها ومن بعد نخلطو كلش بلو فوي مانويل ونروحو نديروها سور فودو. الطيب. لفاني. لفاني فو دو حتى طيب تعقد كيما لا كريم باتيسير هنا لا لافاني ما نسيتهاش هاد الخطره باسكو لا ديانيير فوا درتها قبل ما طيب دونك اليوم ما نسيتهاش هكذا نخلطو حتى فوق النار حتى حتى تغلي وتحكم راحت وتولي بهاد لا تيكستور شوفوا كيفاش تولي ما كان ني غرومو ني ريان دو تو راهي تري نات تري ليس فهاد لي تاب نروحو نزيدو لها لا فاني بيان سور تاميزي فوالا هكذا اي سي بون لا كريم اي بريت نروحو نديروها في لي فيغين دونك ما حتى تبرد نو بس تبدا تحكم راحها غير نخلطوها هكا مع الفاني سي بون راح نحطوها في لي فيغين فوالا هاي ليك نخدمو هكا بلا كاسرول باسكو سخونه ما حبيتش نديرها في كش حاجه تاع الزجاج voilà. ولا فوالا ما حبيتش نديرها بون لوش باسكو نخدم هكا خير سي بلو بروبر فوالا voilà. تنكمل نكمل كامل الكونتيتي انا شوفوا شحال دارت لي دارت لي هاد لي فيغين اللي راهم هنا بلس وحده دونك لا كريم كامله دوكا انا راح نزيد لها لا دوزيام كوش اللي راح تكون ان كوش هايله دوك تبعوا معايا لي زيتاب دوك تشوفوا هاد لو ديسير يجي بزاف بنين سي وهو قولوا لي رايكم فوالا هكذا حتى نكملو نشوفو وين ناقصين نزيد وكانو نديرو لا دوزيام كوش اللي هي بـ... تاع لو فلون هنا عندي 1 مليتر دو وعندي 50 غرام دو فلون فلون نورمال اللي نخدمو به لو فلون دونك نفهمكم حاجه بون bon, نطيبوهم ومن بعد نفهمكم هنا دون جون كاسرول نحطو الماء ونحطو لو فلون الوغ ويلا حبيتو لا تيكستور تاع تعلو... لا كوش تاع الفلون هادي تجيكم فريمون حكمه روحها كيما لا كوش تاع تعلو... تاع لا كريم ديروا 250 مل يعني 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 ربع ريتلا فوالا هذه هي و الا حبيتوها كيما انا ما تحكمش بزاف روحها ديروها كيما ديروا 1 مل ميلي دو دونك هنا لا فريز شوفوا درت لها شويه سكر هنا قطعتها هكا صغيره و درت لها السكر شويه سكر نقولوا دو كيوغ سوب وخليتها في الفريجيدير واحد 2 ساعات هكاك 1 ساعه و 2 ساعات خليتها لازم تطلق هاد الماء تاعها لازم وخ... وحطوها فوق لا ال... اللي كنا خدمناها حتى تحكم روحها كيما شفتو كنت وريت لكم دونك ديروا لا فريز نتوما تحبوا ديروا واش تحبوا انا درت لا فريز نتوما كيما راكم حابين تحبوا نيمبورت كال ديروه بلا ميم فاصون اللي درتها انا علاش نديروا هذاك الماء باش منها تروح هذيك ما تجيكمش بزاف ما تحسوش بلاسيديتي تاع لا وتطلق هذاك الماء يزيد البنه فوالا هنا هاوليك لو وجد بجد ما نخلوهش حتى يبرد نروح ديراكتومون ديروه فوق هاديك لاكوش تاع لا فريز اللي درناها ولا فريز ديرو جينيروزمون ها كيما درت انايا هايليك دونك هنا لاكوش هادي ديروها ديراكتومون بصح روحو غير بالعقل باش ما نكسروش لاكوش اللي تاع لا راه البراني صايمة راهي تلفت لي كاع الهضرة فوالا حتى نكملو كامل لاكونتيتي هكدا شوفو شحال دارت لي أنا كيما قلتلكم هاديك زادت زيادة دونك هادي شوفو هاد لو ديسيغ قد ما يبرد قد ما يزيد يجي بنين كتر وكتر فوالا وهاد لو ديسير دوك تشوفوا ما فيهش انا انا ما نخدمش بزاف بالسكر ما نحبش لي ديسير اللي يكونوا دي طرو سوكري دونك كي تدوقوها تسيوها تدوقوها على بالي بلي تعجبكم باسكو نقصت بزاف السكر فوالا voilà, هاي لك كيفاش تجي هاي لك شوفوا دو كوش تجي بزاف شابه بريزونطابل كي تجوكم دي زانفيتي ولا للسهره تاع رمضان شابه فوالا voilà, هاي لك لا تيكستور ان شاء الله لا ريسيت دو تكون عجبتكم نتلاقاو في لا ريسيت الجايه ان شاء الله فوالا voilà. سلام